وهكذا سورة المشيخة والتكميل إنما يدخل فيها بمراد الله لا بمراد نفسه. إذا علمت ذلك أيها الطالب الراغب فاعلم أنه لما كانت الجذبة نادرة جداً احتاج الطالب الراغب في هذا الخير العظيم إلى ملازمة الشيخ المرشد الكامل المكمل. ومن ثم قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه قدس الله سره: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان. زي ما قال مولانا الشيخ الشافعي: تعلمت من الصوفية كلمتان، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أدي المعنى، لأن النفس الأمارة بالسوء إن لم تشغلها بالحق لابد أن تشغلك بالباطل، لأن كما قال مولانا الشيخ أبو طالب المكي: النفس جبلت على الطيش والشره. النفس البشرية جبلت على الطيش والشره، والطيش لخفتها، الطيش بسبب خفتها وجهلها، والشره رعونة من النفس. فالطيش اللي بيخلي النفس خفيفة يبقى زي البالونة كده، أي شوية هوا تمشي وراه، عشان كده الهوى دايما يحرك النفس كما ايه كما يشاء. صاحب هوى لان النفس خفيفه صاحب الطيش، والشره نتيجه الطمع يخليها ايه تبقى شرهه للاشياء نتيجه الطمع. والاختبار اللي هي امرت بيه من الله السكون، امرت بيه ايه السكون والعفه. كيف ان لم تكن عالمه بما وراء الحجاب، بما وراء الغيب؟ فمن هنا النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فلا بد أن تشغلها بالحق دائما، وإلا شغلتك بشرهها وهواها. أدي القضية، أدي معنى كلام الشيخ: إن لم يكن له شيخ له إيه فإمامه أو أستاذه يبقى الشيطان. لأن الشيطان يدخل إلى النفس من باب الهوى ومن باب الشره، لأن النفس القضية كلها هي إيه؟ الثغرة فين؟ في النفس. في الأصل إن كيد الشيطان كان ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن هو ينظر، لأنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، هو شايفك وانت مش شايف، فينظر بعينه عين إبليس فيرى نقاط الضعف وثغرات الضعف في النفس. هذه ثغرة الطمع يدخل لك من باب الطمع، هذه ثغرة الكبر يدخل لك من باب الكبر، هذه ثغرة حب المال يدخل لك من حب المال، النساء النساء، وهكذا. إذن إشغال النفس بالحق يكفيك باطل النفس. أدي معنى كلام الشيخ. وقلما تحصل هذه الثمرة من غير شيخ، يعني إن الواحد يصل إلى التحقيق وإلى معرفة الله بحسب المجرى العادي للأمور، قلما يحدث ذلك من غير شيخ. ممكن واحد ربنا كده سبحانه وتعالى يرضى عنه ويجذبه إليه ويبقى ولي، يجتبي إليه من يشاء، لكن عادة ويهدي إليه من ينيب. يجتبي إليه من يشاء، كما قلنا منهم من يصل بالكرامة يجتبي إليه من يشاء من غير عمل، ولكن القاعدة ويهدي إليه من ينيب، يعني ومنهم من يصل بالاستقامة. والاستقامة تحتاج إلى شيخ يبينها. فقال: وقلما تحصل هذه الثمرة من غير شيخ، كما أن تلك الشجرة لا تثمر غالبا، ويجوز أن يحصل له التجلي العيني كما لا يجوز أن تثمر الشجرة. يعني ممكن حتى
يحصل له بعض التجليات، لكن طالما ما فيش شيخ مش هيبقى فيه ايه ثمره. ولان الشجره لا تثمر بدون راعي، اما يكون في شجره واحد بيرعاها ويعني يهذب الاعشاب اللي حواليها ويسقيها تقوم تطرح وتثمر، وممكن شجره تطلع لوحديها كده حتى وان اثمرت مش هيبقى ثمارها ايه طيبه. كما لا يجوز أن تثمر الشجرة إلا أنه ليس لفاكهتها طعم فاكهة البساتين، حتى لو طلعت وحدها كده وأثمرت مش هيكون لها الطعم بتاع فاكهة الإيه؟ البساتين. فهكذا لا يكون لتحلية ذاك الكمال، عفوا، لا يكون لتجلية ذاك الكمال، عفوا، فكذا لا يكون لتجليه ذلك الكمال اللي هي الثمرة الناضجة، إذ قلما يستقل بمعالجة دقائق أمر من الأمور بدون ما يكون هناك تعليم وشيخ مربي. ولذلك زي ما سمعنا كثيرا مولانا الشيخ رضي الله عنه يقول هل اتخاذ الشيخ محتوم على القاصد؟ فقلت وهل تربى قط مولود بلا والد؟ وهل يتم اليتيم كفاه فاستغنى عن الرافد؟ وهل أبصرت مكفوفا ولا يحتاج للقائد؟ وكيف يسير في البيداء غريب أعزل وافد؟ وهل علم وهل فن بدون المرشد الراشد؟ وباب الله مفتوح ولكن من هو الرائد؟ بس هو فين؟ تأمل ما أتى موسى وقصته مع العابد، تأمل بعثة الهادي، تأمل بعثة الهادي ففيها الشاهد الخالد. وذلك لأن تصرف العارف بأي شيء كانت معرفته أثرا فيها يتصرف فيه، ولهذا يكمل طعم الثمرة وعدد كثرتها إذا نقل الغرس من موضع إلى موضع آخر، والشيخ بالمريد ينقله من مقام إلى مقام حتى ينتهي إلى الأحوال الشريفة. عارفين الجماعة الفلاحين يعرفوا الكلام ده وبتوع الجناين، أما يجي يزرع حاجة بيقعد الأول في مكان معين لمدة معينة وبعدين يجي واخدها من مكان يزرعها ينقلها، ينقل الإيه الشجرة دي في المكان تاني تبدأ بقى تطلع، فهو كأنه يرعاها. هذه الرعاية إذن الشيخ بينقل المريد من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال من الترقي رعاية له. وقد اعتبر الشرع الشريف وجوب التعليم في الكلب المعلم وأحل ما يقتله، لأن قتله لما كان من التعليم كان بلا متابعة هواه. في الفقه في الصيد المعلم ولا المعلم؟ المعلم، مش كده؟ انت بتغلطني ولا ايه؟ فهو بقى ايه ده اتدرب، فبالتالي في الصيد بيستخدم هذا، فاذا ايه ما ينتج منه فهو حلال. ما بيمسكش بغريزه، ده اتدرب، ده اتربى. المعنى الاشاري ده واخد بالك له معنى، يعني شوف الفقهاء وصلوا لها ازاي، وللاسف النهارده ما حدش فاهم ده، اذا كان حتى اخي الكلب المعلم فبالتالي بيكون الصيد بتاعه حلال على عكس المجرى الآخر للأمور. وقد اعتبر الشرع الشريف وجوب التعليم في الكلب المعلم وأحل ما يقتله، لأن قتله لما كان من التعليم كان بلا متابعة هواه، بل لأمر من هو تحت أمره، بأمر الشرع اللي هو أمره عن طريق من أمره وعلمه بذلك، فكذلك لا يأكل منه بخلاف ما قتله غير المعلم. الكلب ما تعلمش، لو قتل صيد ما إيه لا يحل. فإنه لما كان بهواه أثر فيه الهوى بالتحريم، كما أثر ترك الهوى في الأول بالتحليل. وده إشارة طيبة ما شاء الله. نعم، فكذلك
ليس من معلم وقد غلب عليه الشيطان الذي هو أستاذ الهوى، ولا يحل الاقتداء بمثله، ولا يصير كاملا مكملا غالبا. وقد قال أهل المعرفة: نفع الله بهم من لم ير مفلحا لم يفلح، أي مريد لم ير شيخا يربيه لم يفلح لغلبة هواه وعدم استقلاله برفع هواه. وقالوا أيضا إنه يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج، السراج اللي هي بينير يعني، سراج يقتبس نور من سراج آخر، يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كالسراج الذي يوقد من سراج آخر أو يقتبس النور من سراج آخر. وبالجملة فلو لم يكن التعليم مفيداً لما اشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو أصفى وأكمل منا، وقد تلقوا التعليم هنا بمعنى التربية والأدب، لأن كما قلنا فرق بين تعليم الإيمان وبين تربية الإيمان، فرق بين تعليم الصدق وبين تربية الصدق، فرق بين تعليم الإخلاص وبين تربية الإخلاص، فرق بين تعليم التوكل وبين تربية التوكل. التربية أمر آخر، التعليم ما احنا بنسمع وبنطلع زي ما رحنا زي ما جينا. إن ما كانش يتربى المريد على هذه الأمور فلا ينتفع التعليم. إن لم يرتبط بالتربية نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم، إلى قليل من الأدب من التربية أحوج منه إلى كثير من العلم. ولذلك اشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم أصفى وأكمل منا، وقد تلقوا العلم والأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولم يستقلوا بعقولهم مع كمالها، فكيف لنا أن نستقل مع نقصانها؟ ومن ثم قال العارفون: قدس سرهم. قد يبلغ المريد بنظرة من شيخه ما لم يبلغه بمجاهداته أعواما كثيرة. وماذا ينكر المنكر من قدرة الله تعالى أعطاه بعض عبيده لحظا يفيد بها أحوالا سنية لمن يحبه. يعني المنكر ده بينكر إيه؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى أنعم على بعض عبيده بأحوال وأنوار ينير بها ويفيد بها غيره، أتنكر فضل الله سبحانه وتعالى؟ فالعبد هذا الذي أنار الله قلبه وأعطاه هذه الأحوال السنية ليس الأمر أمره، وإنما الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، والفضل فضل الله سبحانه وتعالى، الأمر أمر الله والفضل فضل الله تعالى. فماذا تنكر؟ أتنكر فضل الله تعالى؟ فإن الله سبحانه وتعالى كما يجعل في بعض الأفاعي وهو المسمى بالصلاتة، نوع من الأفاعي من الحيات اسمه الصلاتة، إذا وقع نظره على الإنسان يهلكه بنظرة واحدة، ده ما بي لا يلدغ الإنسان، يعني لا يموت باللدغ، لكن ينظر، إذا وقع نظره على الإنسان يموت من نظرة واحدة، يهلك من نظرة واحدة. وبعض هذه الحيات أيضا تربي أبناءها بالنظر، نوع من الحيات بيربي أبناءه لما يولدهم، أنا ما أعرفش بيبيضوا ولا بيولدهم، ها؟ ها؟ تنظر إليها، قال العلماء ينظر إليها فتنمو وتكبر، يعني ما بيغذاهاش، لا بترضعها ولا بيجيب لها تاكل ولا تشرب، تنظر لها تنمو وتكبر، تربيها بالايه؟ بالنظر، ده حسيا
أفيكون أتنكر ذلك على أولياء الله تعالى؟ طب بلاش يا أخي، طب أنت بتعتقد في نظرة الحاسد، أليس هذه حقيقة؟ تعتقد نظرة الحاسد، نظرة الشر تعتقد فيها، ونظرة الخير ما تعتقدش فيها؟ يا أخي ما لكم كيف تحكمون؟ تحجنون بقى ولي ما لكم كيف تحكمون؟ أنت تعتقد في نظرة الحاسد اللي هي نظرة الشر التي تضر، أفلا تعتقد في نظرة الخير؟ سبحان الله، كل إناء بالذي فيه ينضح. فلا يبعد منه أن يجعل في نظر بعض خواص عباده في مقابلة ذلك أنه إذا نظر إلى طالب صادق يكسبه حالا حياة قلبه بالحياة الأبدية، بل هو كالواجب، لأن تلك الأفاعي من المظاهر الجلالية، فلا بد في مقابلته ما يكون من المظاهر الجمالية. وإلى هذا يشير ما كنت أسمعه من شيخنا العلامة العارف بالله تعالى الشريف الحسين بن الإمام عبد الرحمن بن محمد العيدروس نفع الله بهم، وهو كما أن المعياني إذا نظر إلى بعض الأشخاص يحصل المعيان اللي هو صاحب الإيه؟ العين السيئة، يعني بسموه العائن أو المعيان، ها؟ يعني الحاسد، يعني ها؟ إذا نظر إلى بعض الأشخاص يحصل له في الحال مرض من الأمراض وقد يموت بسببه، ها؟ فكذلك يوجد في بعض أولياء الله ما يقابله. ولعل لهذا السر كان شيخنا يقول، شيخنا العارف بالله الأستاذ الوالد مصطفى ابن حضرة شيخنا العارف بالله الإمام شيخ العيدروس يقول في الإفادة عمن هو فوقه ومثله بل على من هو دونه كما شهدت ذلك منه مرات، يعني هذا في إفادة، هذا الولي الذي به نفع يفيد من هو فوقه ومن هو إيه تحته، يعني من هو أعلى منه في المقام ومن هو أدنى منه في المقام. لكن يا أخوانا قبل أن ننتقل من هذه النقطة، عشان ما حدش يعتقد ويخشى ويخاف من الحاسد، سيدنا ابن عطاء الله يقول سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. العشاء تفضل يا سيدي، تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لا يعني يا أخوانا إن نظرة الحاسد تضر وقد تهلك الإنسان، أو أن نظرة الولي تنفع وترقي الإنسان، صحيح، لكن ليس معنى ذلك أن ننسى القادر سبحانه. ولذلك كل هذا في إطار قدرة الله عز وجل. ولذلك يقول مولانا الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. الهمم السابقة كما قلنا أي التي تنفعل لها الأشياء دون تدخل حسي من الشخص، قوة انبعاث في القلب. هذه الهمة قد تكون همة خير وقد تكون همة شر. همة الخير همم الأولياء، همة الشر همة الحاسد أو الحاقد أو غير ذلك. هذه الهمة قوة الانبعاث التي تنفعل لها الأشياء وتتأثر لها الأشياء دون تدخل حسي، مش معنى كده أن ننسى القادر، لا تخرق أسوار الأقدار، وإنما كل بقدر الله عز وجل، وإنما أراد الله هذا لتكسب كل نفس ما أتاها، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، حكمة بالغة. فالقضية مش معنى كده الواحد، لا، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما هو الشيطان صاحب همة سابقة، مجرد أن تذكر الله سبحانه وتتذكر الله سبحانه وتعالى فإذا هم مبصرون. قدرة الله، فضل الله، رحمة الله، لطف الله، أن تتذكر ذلك قهر الله للشيطان فإذا هم مبصرون. وهذا الطيف يتبدد في لحظة، وهكذا أيضا في الحسد وفي غير ذلك. فالإنسان دائما يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ويتحقق من قدرة الله تعالى فلا يضره شيء أبدا. على قدر تحققك من قدرة الله تعالى لا يضرك شيء، وعلى قدر توكلك عليه سبحانه وتعالى يعطيك كل شيء، وعلى قدر خشيتك لله تعالى لا تخشى من شيء. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.